تنفست جماهير ريال مدريد السعداء بعد أن ظل الفريق ينتقل من فوز إلى آخر سواء في الدوري أو في البطولة المفضلة دوري الأبطال، وحتى التعادل أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك يعد نتيجة إيجابية لأن العودة ستكون في سانتياغو برنابيو. لكن أحلام الفريق أو فرحته اصطدمت بعقبة جيرونا الذي ألحق هزيمة مجددة بالملك في عقر داره، جعلت الريال يعود إلى المركز الثالث ويتسع الفارق مجدداً مع الغريم برشلونة إلى 9 نقاط. يبدو أننا قد تحسننا جداً في الشهر الماضي. منذ فترة ماضية كان أداء الفريق سيء جداً، لكن الآن مع سولاري الذي يدفع بالفريق إلى أفضل، نحن سعداء جداً من مستوى اللعب. خسارتنا في المباراة اليوم كانت هامة. نحن الآن متخلفون ب9 نقاط، الوضع صعب، لكنني متأكد أننا سنفوز بالكأس والتشامبيونز. بدأنا هذا الموسم بشكل ضعيف، لكن شيئا فشيئا شكرا لسولاري نتحسن. لم نحصل على إنجازات عظيمة للآن، لكنني متأكد على الأقل سنكون الثانيين في لا ليغا والتشامبيون. نحن لا نأبه لكريستيانو أو أي لاعب آخر يترك أو يدخل الفريق. ريال مدريد سيفوز دائما. الخسارة جاءت في وقت كان سولاري يكسب ثقة جماهير الميرينغي بعد أن قام بعدة خطوات وضعت الفريق في الطريق الصحيح، منها استعادة مدرب اللياقة البدنية الذي جاء به زيدان وأطاحه لوبتيغي من الفريق، إضافة إلى إعطاء المزيد من الفرصة والوقت للموهبة الصاعدة فينيسيوس جونيور واستعادة كريم بنزيما لفريقه. لقد جئنا من الأرجواي وعادة ما نشاهد هذا الملعب من خلال التلفاز فقط. لقد جئنا حتى نزور هذا الملعب الذي كان حلما لدينا. نحن نحب كرة القدم في الأرجواي ونحب هذا الملعب. الأجواء والناس هنا كل شيء هادئ وسلمي ونظيف مقارنة بعنف كرة القدم في أمريكا الجنوبية. أنا من الأرجواي وأحب كرة القدم الأوروبية، وبالتأكيد ريال مدريد متفوق عليهم. أعتقد أن هناك فرصة في الشامبيون ليج والكأس، أما الدوري فصعب جدا على الريال. الأداء كان ضعيف، لقد جئنا من أرمينيا لمشاهدة أداء أفضل. كان لدي دائما إيمان، لكن بعد اليوم أصبح عندي بعض الشكوك، لكني أعتقد أنه يمكننا الفوز بلا ليغا. لعبنا بشكل أفضل في نصف المباراة الأول وبنزيما كان رائعا، لكن في الشوط الثاني كان أداؤنا متواضع وخسرنا المباراة. السقوط أمام جيرونا قد يعني أن حلم اللحاق بصدارة الليغا أصبح في مهب الريح، لكن الكأس والبطولة المحببة لا تزال في الملعب. فهل ينجح سولاري في هذا التحدي؟ وهل يكسب رضا الرئيس بيريس ومن قبله ثقة جماهير مدريد؟ الإجابة وحدها عند سانتياغو سولاري بنفسه. يمر الفريق الملكي بمرحلة إثبات أنه ما زال الفريق الأقوى، وعليه ألا يخيب ثقة جمهوره فيه بأدائه الاستثنائي والمبهر دائما. رزان ملش لبرنامج جول، قنوات أبوظبي الرياضية، مدريد.